فاكر بطولة 82 أول بطولة حققناها في المباراتين بتوع كوتوكو، المباراة الأولى اللي كانت في مصر، اللي احنا قعدنا قبل المباراة بيوم رجلنا بتخبط في بعض، رغم ان احنا يعني الحمد لله وفضل ربنا كنا أسامي كبيرة جدا. نعم. إنما كانت رجلنا بتخبط في بعض على اللي احنا سمعناه وشفناه من فرقة كوتوكو. طبعا فاكر المباراة الأولى اللي احنا كسبناها 3؟ ده ماتش كان صعب جدا جدا جدا. هو طبعا شوف، انت دايما لما بتكون داخل على حاجة انت يعني ايه ما حققتهاش اكيد الامر بيبقى صعب جدا عليك، فانت عشان تخشها وبعدين تتمنى ان انت يعني تكسبها، خصوصا ان احنا لما وصلنا في 82 كان الباع بتاع افريقيا هايل جدا جدا بالنسبة لنا، والبطولة والبطولة بقت عالية قوي، والفرقة اللي احنا بنلعبها فرقة مرعبة بالنسبة لنا، يعني فرقة مرعبة بالنسبة لنا طبعا، واسمها كبير في افريقيا، اسمها كبير جدا. الاصعب بقى يوم واحنا نازلين الماتش واحنا نازلين في الاستاد القاهره وهم نازلين معانا، الفرقه اللي احنا نازلين معاها عمالين يضحكوا ويغنوا ويرقصوا وبتاع، واحنا فينا مفيش واحد فينا قادر ينطق بكلمه، كلنا عاملين يعني واقفين. فاكر احنا سخنا قبل الماتش بقد ايه؟ لا الامر كان احنا الماتش كان 3:15. ايوه نعم. احنا من الساعه 2 بس انا بقول لك الامر، كلنا نبص على اللعيبه بتاعت غانا ونبصين على اللعيبه بتاعتنا واحنا مش قادرين نتكلم والملعب مليان وبنبص لبعض كده. لا الامر كان صعب 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 جدا جدا. فيعني يعني احنا يعني افراد هايلين جدا جدا، بس احنا برضو مش حاسين ليه؟ لان احنا ما خدناش البطوله دي قبل كده مجرد، وده امر اكيد يعني هو شرف ليا وشرف ليك طبعا وشرف للمجموعه كلها، لان دي اول مجموعه تكسب للنادي الاهلي بطوله افريقيا، وديت اكيد ان النواه الاساسيه التاريخ هو اللي بيشهد بقى. دي النواه الاساسيه اللي النادي الاهلي بنى عليها ان هو دلوقتي يبقى نادي قوي. احنا من 76 دخلنا عشان نكسب بطوله، في سنين ما قدرناش نخش فيها كان بسبب حاجات كثيره جدا، وفي نفس الوقت احنا 82 كانت اول بطوله بعد نادي الاسماعيلي، عشان نعم برضو الناس نعم الاسماعيلي اول واحد حقق سنه 71 احنا كسبناها 82. ايوه نعم. ايه المباراه اللي احنا لعبناها في البطوله دي كانت صعبه جدا وكسبناها، وانت قلت ايه احنا بعد ما كسبنا المباراه دي هنفوز بالبطوله دي؟ ممكن ماتش زامبيا هناك. زامبيا هناك ده كان ماتش صعب جدا جدا جدا، ودوت اللي فعلا الواحد بعد ما كسبنا الماتش دوت بالصعوبه ديت الواحد حس ان احنا فعلا ان في توفيق من ربنا لينا ان احنا نقدر نحقق الـ 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 الحاجه الهائله جدا جدا اللي كلنا بنتمناها. بالتالي كانت مباراه دينامو زهران. ايوه هي دينامو زهران. هي في زيمبابوي. هي في زيمبابوي. مباراه اللي اتغلبنا فيها هناك. وجينا هنا كنا الاستاد مليان وكنا لازم نكسب فوق الثلاثه، كسبنا 4 فاكر؟ فاكر. هي المباراه دي اللي انت على ما اظن. على ما اظن. طيب.